دلوقتي اسسكم 750 جنيه على الدرجه الخامسه هي عايز تصور هي لحد دلوقتي خط حجازي اهدر على الدوله 300 مليون جنيه عشان ياخد فتوى ان التسليم يبقى اداري المستشار فتح والي ابو الدكتور غادي والي واخدين حكم قضائي من 2011 برجوع الشركه للدوله من 2011 لما ينفذ الحكم شركه مباعه ب 264 مليون جنيه وفيها وديعه نقدي 80 مليون جنيه من ساعه ما خدنا الحكم والمستثمر عمال ينقل الناس من المنيا لبحري ومن البحر للمنيا ويفصل في الناس انا رئيس النقابه مفصول انا رئيس النقابه ومفصول عشان بطلب حق العمال وبطلب بصرف مرتبات العمال وبطلب بتنفيذ الحكم القضائي لما انت ما بقالك 5 شهور ما قبضتش يبقى 190 جنيه يبقى ده كام يا باشا و25 جنيه صندوق الزماله يبقى بقى لي 150 اسافر بقى منين للمحل لبلد ريف يقطوني ايه يقطوا بيتي يفتحوا بيت عايزين ناكل مش عايزين حكم مش عايزين شغل صح احنا عايزين ناكل ان شاء الله على الام مش عايزين ناكل ناكل بس مفيش مسؤول في الدوله الا لو خبطنا على بابه عشان يشوف مشكله العمال مشكله صرف المرتبات ولكن دون جدوى احنا بنوصل صوت الرئيس الجمهوريه استلم شركه النيل عليك الارطال احنا بنحافظ عليها لصالح البلد لان الشركه بتتدمر من واحد مدمر واحد مستثمر فاسد حرام عليكم يا جدعان والله العظيم لو ما بس ولا 5 شهور لصالح مين 5 شهور ما بطلعش يا خراب اسود اروح اقول لمين اروح لمين واقول لمين روح علينا انتوا بتسيبوا علينا مضربوا بالنار يعني انتوا عايزين تعملوا انا مش سبت طريق الناس مش علينا موتون بس اسمعوناش يا جماعه والله ما تسمعون شوفونا على 5 شهور مع بعض حرام عليكم حرام عليكم هو ده كده